لمزيد من التفاصيل حول النفوذ الإيراني في العراق والحديث عن تحول العراق إلى ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الأستاذ محمد هماوندي. أهلا بكم أستاذ. يا أهلا بكم مرحبا أستاذ محمد. أهلا بك. كانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحدثت عن ميليشيات مسلحة بدأت إيران في تشكيلها لاستهداف المصالح الأمريكية في العراق، كيف تفسر استمرار النفوذ الإيراني في العراق؟ نعم، طبعا هذه الميليشيات موجودة منذ احتلال العراق في سنة 2003، جاءوا مع أمريكان، هؤلاء مع الأحزاب الذي جابتهم الأمريكان لإسقاط النظام العراقي. وهذه الميليشيات طبعا أكثريتها ميليشيات الشيعية من أحزاب شيعية، ولكن أيضا موجود بعض هذه الميليشيات في وقتها من بعض أحزاب السنية الذي اجوا كمعارضين لنظام صدام حسين وسقطوا نظام صدام حسين في 2003. ولكن في الفتره الاخيره تشكيل الميليشيات في العراق جاء بشكل اخر، يعني جاء بحجه حرب الداعش، وايضا بقرار من مرجعيه باعطاء شرعيه لهذه الميليشيات طبعا بجهاد اكتفائي من المرجعية باعتبار لمحاربة الداعش. وهي بالأصل نقل التجربة الحارس الثوري الإيراني إلى العراق، وتكون هذه الميليشيات تشكيل هذه الميليشيات بمختلف جروباتها تكون موازيا للجيش العراقي، أي بالأحرى تكون أقوى من جيش العراقي. طبعا جاء لأسباب عديدة، لأنه إيران تعرف به في وقت الحاضر يعني يعاني من تدهور الوضع الداخلي، ويعيش في مأزق كبير في كل جوانب، منها الجانب الأمني حيث تجد في كل مكانات المظاهرات والمشاكل الداخلية والمعاناة والإعدامات والشنق موجودة في أكثر المدن الإيرانية. وكذلك أيضا إيران يعاني من أزمة اقتصادية، وهذا معروف لدى الجميع، يعاني حاليا تفشى الجوع بين صفوف الإيرانيين، وكذلك الوضع السياسي المتدهور من داخلي والخارجية، وتفشي الوضع السياسي الصحي حاليا، انتشار وباء كبير في أرجاء إيران. أستاذ محمد، من الناحية الأخرى من الناحية الأخرى طبعا إيران يحاول تشغيل الرأي العام العالمي لغرض البعد عن ما لديها من المشاكل، وهي تشكلت أصلا هذه الميليشيات الإيرانية في كثير من الدول المنطقة على أشكال مختلفة لمقاتلة النفوذ الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة، ودفاع عن مصالح الإيرانية والبسط السيطرة الإيرانية في هذه المناطق. طبعا توجد حجج كثيرة، يعني منها ما وكذلك الإيران من جهة أخرى يحاول تمرير ما يعاني من الوضع الداخلي المزري، وذلك بإشعار أتباعه بأنه وأذرعه في أكثر من دول خاصة من دول في هذا السياق. بالحديث عن هذا النفوذ الإيراني أستاذ محمد، تحدثنا عن طبيعة هذا النفوذ في العراق وأسبابه أيضا، لكن ما هي انعكاسات النفوذ الإيراني في العراق لو نتحدث على المستويات العسكرية الأمنية وكذلك السياسية؟ نعم، طبعا إذا ننتظر إلى شمولية الموضوع، يعني الموضوع الميليشيات وأهداف الإيرانية وبالأخص كما قلت في العراق، أنا ألخصه يعني حاليا على ثلاث أهداف رئيسية لوجود الميليشيات في العراق. أولا طبعا لاستمرار والسيطرة المصالح والتسلط الإيراني،
يعني أهداف إيرانية على عملية سياسية في العراق. طبعا حاليا تسلط موجود والعملية السياسية أكثريتها بيت إيرانيين، وتستخدم هذه الميليشيات، أكثر شيء يستخدم هذه الميليشيات التابعة لدرجات من الميليشيات، أكو أنواع من الميليشيات حسب التبعية، وأكثر الميليشيات المتشددة والميليشيات أكثر ما يسمونها يعني ذا قوة وذا التسليح أكثر تكون هاي ميليشيات إيرانية تستخدمها لإرهاب بواسطة استخدام السلاح. ووجوده في المنطقة هذه الميليشيات يهدد بها المصالح الأمريكية وخاصة الدول الخليج بالأخص الكويت والسعودية وأردن باعتبارهم أصدقاء لأمريكا. والدليل على ذلك نجد في الآونة الأخيرة الضج بالميليشيات وانفتاحية على حدود أردنية والسعودية وكذلك حدود السورية لغرض السيطرة هذه الميليشيات إلى مناطق حدودية وكذلك إلى قسم من المناطق المحررة أي مناطق السنية التي سبقت قاموا بتحريرها. المهم تحت أي مبرر يحاول يعني على أساس بأنه يقاوم احتلال أمريكي ويقاوم يعني وجود الأمريكي في المنطقة ويدافع عن أهداف الطائفة الشيعية أكثر شيء، يقوم هذه الميليشيات يعني تحت هذه الذريعة الموجودة في العراق أكثر شيء بإغصاب الأموال المواطنين والدولة ونهب وكثير من هذه الاقتصاد العراق وتحويلها إلى المناطق الخاصة بمصلحة إيران ولا مصلحة هذه الميليشيات. أستاذ محمد، تحدثتم عن هذه الأسباب في التي جعلت الميليشيات تعمل بشكل منظم في العراق، ومنها ميليشيا الحشد التي تم ضمها بشكل رسمي لمؤسسة عسكرية كالجيش العراقي. ما تأثير المؤسسة العسكرية وما انعكاسات هذا الأمر على المؤسسة العسكرية كمؤسسة سيادية تحافظ على أمن واستقرار الوطن؟ المفروض في أي الدولة تكون زمام الأمور والسيادة أكثر شيء بيد المؤسسة العسكرية، والسلاح تكون بيد المؤسسة العسكرية، وحماية الوطن خاصة من الخارج والداخل تكون أكثر شيء بيد المؤسسة العسكرية من العسكر والقوى الأمن الداخلي. ولكن أي 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 جماعات المسلحة خارج هذه القوات، أي قوات المسلحة العراقية الجيش العراقي والقوى الأمن الداخلية، هي قوة منظمة وقانونيا ودستوريا، ويقوم ويعمل بتوجيه العسكر قائد عام القوات المسلحة، ولها قانون ولها دستور ولها تعليمات خاصة به. والعسكر الجيش هو القوة الوحيدة لحماية الوطن، والباقي القوات المسلحة طبعا القوات خارجة عن القانون وقوات ميليشياوية وقوات لا يمكن أن نعتبرها بأنها قوات المسلحة العراقية. ولكن في هذه الحالات نجد أن القوات الميليشيائية الموجودة في العراق تكون بيدها زمام الأمور أكثر منها القوات المسلحة العراقية، أي الجيش العراقي نجد لديهم الأسلحة ثقيلة، حتى الطيران، حتى المدفعية ثقيلة، حتى الحالة الاقتصادية تكون أقوى من الجيش، والنهب والسلب والنهي وكل شيء تحت سيطرتهم، لأنهم لهم الدعم القوي من القوى السياسية والأحزاب السياسية الحاكمين، أو خصوصا حاليا موجودين على زمام الحكم في العراق. شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري محمد حماوندي، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.